بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يستقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي. نتائج قرعة منافسات الرياضات الجماعية تضبط الرزنامة النهائية للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، واللجنة الدولية تشيد بالتحضير الجيد لهذا الموعد الرياضي المتوسطي. الماء تنشد 5 لتر في 8 ايام، 5 لتر في 8 ايام، الله باين هذا لا مكر. الماء ما تنشبعوش، شربت البول ديالي، شربت المدرات يا تورت، ما خليه ما شربت. الشارع المغربي ينتفض جراء تدهور الوضع المعيشي، واقتصاد سيء السمعة يعتمد على الاتجار بالحشيش والمخدرات. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، إذا استقبل أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي. اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف. وعقب اللقاء أدلى رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي بالتصريح التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار المشاورات التي يجريها السيد رئيس الجمهورية مع مختلف فواعل ومكونات الساحة الوطنية، جمعنا اليوم لقاء مع السيد الرئيس. تناولنا فيه العديد من القضايا الوطنية الراهنة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، وقد كان اللقاء فرصة للحديث والوقوف على واقع ودور المجتمع المدني في الساحة الوطنية. وقد أكد السيد الرئيس على دعمه وتشجيعه للحركة الجمعوية وللمجتمع المدني لأداء أدواره وتمكينه في الساحة الوطنية على كل المستويات، خاصة فيما يتعلق بترسيخ التلاحم الوطني وتكريس مبادئ المواطنة والقيم الوطنية. وكانت أيضا فرصة للاطلاع على الكثير من القرارات التي اتخذها السيد الرئيس على مستوى الجبهة الاجتماعية وعلى الصعيد الاقتصادي، والتي سينعكس أثرها إيجابا على المواطن وعلى المجتمع. وكان في خلال حديثنا مع السيد الرئيس حول مجمل القضايا الوطنية التأكيد على دور ومكانة المجتمع المدني في المساهمة في التنمية الوطنية عبر كل المستويات، وتم التأكيد أيضا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، باعتبار المجتمع المدني اليوم شريك أساسي وحليف استراتيجي عبر كل المستويات. تعلن وزارة الداخلية والجامعات المحلية والتهيئة العمرانية أنه بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية تم أمس تعيين كل من السيدين يوسف محيوت بصفته وليا لولاية خنشلة، ومحمد مخبي بصفته واليا لولاية تندوف. في الشأن البرلماني، استقبل أمس رئيس مجلس الأمة صالح كوجيل بمقر المجلس وفدا برلمانيا إيطاليا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية بغرفة النواب بيرو فاسينو. اللقاء شكل صانحة مميزة لاستعراض راهن ومستقبل العلاقات البرلمانية بين الطرفين. وبالمناسبة، أشاد كوجيل بمواقف إيطاليا الداعمة للجزائر منذ ثورة التحرير المجيدة حتى يومنا هذا، مستذكرا بكل فخر العمل التوثيقي الذي قامت به الصحافة الإيطالية. كما تناول الطرفان القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا العادلة كالقضية الصحراوية وقضية فلسطين. الوفد البرلماني الإيطالي استقبل أيضا أمس من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الذي أشاد بالمنح الإيجابي الذي تعرفه العلاقات بين الجزائر وإيطاليا، وتحدث بارتياح عن تقارب وجهات النظر بين البلدين حول عدة قضايا كالوضع في الساحل، وحرص الجزائر على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما تمنه رئيس الوفد الإيطالي.
الوفد البرلماني الإيطالي الذي يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية لغرفة النواب بيرو فاسينو استقبل أيضا من قبل وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة. استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بمقر المجلس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني. ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز التنسيق بين المجلسين. انطلقت أمس أشغال اليوم البرلماني حول الجزائر وإفريقيا فرص وتحديات، وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وعدد من الوزراء وممثلين عن وزارة الدفاع ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء أحزاب. التغطية لسونيا جاسي. تعزيز الشراكة بين الجزائر والدول الإفريقية من الأهداف التي تسعى إليها الجزائر لفرض تواجدها أكثر في المنطقة في إطار شراكة رابح رابح، لكن يبقى هاجس عدم الاستقرار في بعض الدول الإفريقية من أسباب عرقلة هذا المسعى. الجزائر وإفريقيا فرص وتحديات، يوم برلماني لمناقشة إشكالية التواجد في العمق الإفريقي ومواجهة التحديات الأمنية. إن هذا اليوم البرلماني سيتيح لنا وبلا شك المجال لنتحدث عن الجهد الكبير الذي تبذله الجزائر دفاعا عن مصالح شعوب القارة وما تقدمه من أجل تحضير جيوش الدول الصديقة تصديا لرهانات السلم والأمن والاستقرار. والجزائر كانت ولا تزال ترفع الراية الحمراء ضد كل أشكال التغييرات غير الدستورية، ولذا وجب التعامل مع الأسباب العميقة التي أدت إلى عودة هذه الظاهرة الخطيرة الضاربة للاستقرار والناسفة لكل جهود محاولة الأمن والتعاون. يبقى هاجس عدم الاستقرار، الاستقرار في بعض الدول الإفريقية خاصة منطقة الساحل من التحديات الكبيرة التي يجب مواجهتها لإنجاح هذه الشراكة والتعاون التجاري. إن التحولات التي طرأت على الجوار الإقليمي في الجزائر أسهمت إلى تعرض الفضاء الجيوسياسي لتحديات أمنية شائكة، وهي المعطيات التي زادت من تنامي الاهتمام الدولي للمنطقة. الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف قادر وجاهز لحماية الحدود الوطنية رغم شساعتها، حدود مع مالي والنيجر تتجاوز 2300 كيلومتر، حدود مع نظام المخزن الذي يحاول إغراق بلادنا بالمخدرات تتجاوز 1700 كيلومتر، وتستطيع أن تحدث تغيير تحت هذه القارة الفاعلة لأن لكونها تشكل خزان استراتيجي للعالم وتتعرض إلى منافسات شديدة كمحاولة لإعادة تقاسم أفريقيا والتكالب عليها من قبل الكثير من القوى. بناء سلام حقيقي للقارة الإفريقية وتعزيز المشاريع التنموية سيمكن من النهوض بالقارة وفق الأجندات المسطرة على المدى القريب والبعيد. على هامش آخر زيارة لأعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، نشط نائب رئيس اللجنة برنارد أمسلام نشط ندوة صحفية رفقة محافظ الألعاب ووزير الاتصال محمد بوسلماني ووالي وهران السعيد سعيود للحديث عن آخر الترتيبات قبل العرس المتوسطي. والتغطية لمصطفى خليناوي. الزيارة الأخيرة لأعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى وهران، أثنى نائب رئيس اللجنة برنارد أمسلام على جاهزية وهران للحدث الرياضي المتوسطي، كما ثمن مجهودات الدولة الجزائرية المتواصلة لصنع التميز خلال الطبعة 19 للألعاب المتوسطية. الشكر موصول إلى السيد رئيس الجمهورية الذي كان يتابع بحرص التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط بأهمية كبيرة وتدخل لحل العديد من الأمور العالقة ما يجعلنا نتفائل كثيرا. العمل المنجز من قبل لجنة التنظيم وحتى على صعيد العتاد والتجهيزات، وصلنا للعدد يتفوق 5400
رياضيين ومسيرين الوفود، قلت عدد الهائل لأن يعتبر من أعلى رقم في التاريخ ألعاب البحر المتوسط، وهذه نتيجة مفخرة لنا لأن تعبر على الثقة اللي قدموها لنا. من جهته أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن تسهيلات كبيرة ستكون في فائدة الصحفيين خلال الألعاب، والباقي على الصحفيين هو نقل صورة الألعاب وصورة وهران وصورة الجزائر إلى الخارج، لأن هدفنا ورسالتنا هي إبراز هذه الألعاب محليا وإقليميا كما قلت ودوليا. وأطلب من ساكنة ولاية وهران الذي أعرفهم جيدا وعرفت فيهم الكرم والجود وحسن الضيافة، عرفت فيهم الرجولة وعرفت فيهم الشهامة، أن يكونوا كذلك خلال كل هذه الفترة وأن يرحبوا بضيوف هذه الولاية وبضيوف الجزائر. هذا وقد كشف برنار أمسلام أن طبعة وهران ستبث عبر تلفزيونات 16 بلدا ب84 ساعة من البث المباشر. وعلى هامش ملتقى وكالات الأنباء لدول حوض البحر الأبيض المتوسط الذي ينطلق اليوم، زار أمس وزير الاتصال محمد بوسليماني مقر المديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية بوهران، حيث وقف على استعداد طاقمها للترويج ووضع الرتوشات الأخيرة لتغطية الطبعة 19 من الألعاب المتوسطية. وتحسبا للحدث المتوسطي بوهران 2022، أسفرت نتائج قرعة منافسات الرياضات الجماعية على ضبط الرزنامة النهائية للدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ففي منافسات كرة السلة رجال ومتكونة من 4 مجموعات، الفريق الوطني سيواجه في المجموعة الأولى كل من إيطاليا متصدري المجموعة وتركيا، أما بالنسبة لكرة السلة نساء والمتكونة من 3 مجموعات والجزائر ضمن المجموعة الأولى ستواجه البرتغال وصربيا. في كرة الطائرة رجال المنافسة متكونة من 3 مجموعات والفريق الوطني الجزائري ضمن المجموعة الثانية سيواجه كل من تركيا وفرنسا. في منافسة كرة القدم رجال متكونة من 2 مجموعات ستواجه الجزائر في المجموعة الأولى إسبانيا متصدرة المجموعة والمغرب وفرنسا. هذا وذكر أمس محافظ الألعاب محمد عبد العزيز درواز خلال حفل عملية القرعة أنه يرتقب أن يصل العدد الإجمالي للمشاركين من الرياضيين ومرافقيهم في الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط إلى أزيد من 5400 مشارك. وعرس الغرب وهران تداعمت بمنشآت سياحية واقتصادية غيرت كثيرا من وجه المدينة التي تزخر بتنوع ثقافي كبير. والربورتاج لماسين حمية. أطياف التنوع ها هنا، بحر، عادات، تقاليد، سياحة وتاريخ. تاريخ متجذر في العقول والقلوب في بلد بثرواته وإمكاناته المختلفة وطاقته البشرية التي حفظت دروس الماضي وتستشرف المستقبل بخطى ثابتة برؤية تكاملية وبسواعد تتشابك لرسم عهد جديد، وتلك هي الجزائر بأبنائها. الأرجيلي الحمد لله يا ربي راهي كيما نقولوا تستقبل ضيف تاعها من الخارج، رانا آلاس في هاد البلاد صافي بليزير، شبيبة راهي عايشة ما خصهم والو هم يخدموا. يا ربي استر البلاد، نستر الجزائر، فيف لالجيري، اوني بيان الجيري، والله الحمد لله يا ربي. والله العظيم غير انا فرحانين وفرحانين كي نشوفوا لا جونيس تاعنا في هذا المستوى. روافد سياحية ومقومات اقتصادية تسير بوتيرة متسارعة هنا، وشعب كريم يتمتع بأصول الضيافة والترحاب، يفتح ذراعيه بكل حب لرواده وزواره تحت سماء هذا الوطن حيث سحر اللون وعراقة المكان. مرحبا بهم كاع، كل بعيد كل قريب، ومرحبا بكم كاع، ولا يعطيكم الخير. من الجيل وهران بشوية
بيتنا، نبغي كاع الجزائر نموت على الجزائر، هنا نقعد هنا نقعد. وربي يدوم لهنا وان شاء الله كما نقولوا نشوفوها احسن واحسن واحسن. ايا والله الله عليكم. استقرار، رقي ورفاه، هي الجزائر بتنوع مقوماتها التي تسير نحو تحقيق التطور والازدهار. في التعاون استقبل أمس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زيان بن عدتو وزيرة الطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي. اللقاء كان فرصة لبحث مجالات تعاون جديدة بين الجانبين والعمل على خلق فرص استثمارات في المجال الطاقوي. وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي استقبلت أيضا أمس من طرف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات. الطرفان تباحثا سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات البلدين ومشروع إنشاء الصندوق الخاص بتمويل المشاريع وتشجيع الأفكار الخلاقة لشباب المناطق الحدودية. أهم حاجة تسخر بها تونس وتسخر بها الجزائر هما الشباب والشابات، ولما نقولوا الشاب والشابة نقولوا فرص عمل، والفرص العمل تجب تجي واحنا اللي نطمحوا له وتطمح له الجزائر هو من في إطار من المبادرة الخاصة. فهذا القاسم المشترك اللي نشتغلوا عليه خاصة على المناطق الحدودية، كيفاش نجموا نوفروا لشبابنا من الجهتين آليات وبرامج إن شاء الله مشتركة ولتطوير مشاريع تجم تكون مشاريع في تونس، تجم تكون مشاريع في الجزائر، نجم تكون خاصة معناها تكوين الهدف منه هو كيفاش نخلي شبابنا معناها يطور مشاريع في بلاده. فيه إمكانية كبيرة اليوم أنه نوضع برنامج في مدة 6 أشهر مثل ما تقدمت به الوزيرة، لأنه هذا الأمر يعني رح لماذا هذه السهولة في هذا البرنامج بالدرجة الأولى؟ لأنه شبابنا يتعارف. إذا تحدثنا عن المناطق الحدودية هي عائلة واحدة، ربما فيه عائلة جزائرية تونسية يعني متناسبين متأخيين، تلقى عائلة واحدة موجودة في الجهتين. يعني إذا تحدثنا على ماضينا المشترك كذلك راح نعمله اليوم من خلال هذه الاتفاقية مع قطاعنا ومع كل القطاعات على بناء مستقبل إن شاء الله مشترك ليكون مبني على أسس متينة، على أسس صحيحة، على المصارحة وعلى بالدرجة الأولى الإيمان بقدرات شباب البلدين. انطلقت أمس الطبعة 19 لصالونيا الدولي للصناعات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري. الصالون الذي يدوم إلى غاية 3 جوان الداخل يعرف مشاركة ما يقارب 500 عارض من 25 دولة في 6 قطاعات. المعرض يشكل فرصة لتبادل الخبرات واستقطاب الشركاء لتحقيق الأمن الغذائي. هذا وتسعى الجزائر لتشجيع الاستثمار والشراكة التجارية مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية بهدف ترشيد الواردات وتعزيز الصادرات. إلى أخبارنا الدولية الآن، وفي ظل الوضع الاجتماعي المتردد في المغرب، سمعة سيئة للاقتصاد المغربي كشفت عنها مصادر إعلامية متخصصة في الشأن الاقتصادي، إذ تمثل المخدرات 35% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد المغرب، حيث تجاوز بذلك بعض المناطق المنتجة في أمريكا اللاتينية في إنتاج المخدرات. ويعتبر الاتجار بالحشيش والمخدرات المصدر الرئيس للدخل في المملكة. التقرير لسليم حمادي. تجاوز ناتجه المحلي 35% باعتماد اقتصاده على إنتاج الحشيش، متقدما بذلك وبكثير عن مناطق عديدة في العالم كانت إلى وقت قريب تقود قاطرة الإدمان العالمي. الحديث هنا وبالأرقام يدور حول المغرب، أو بالأحرى نظام المخزن الذي حول البلد إلى بؤرة للإرهاب الناعم. حبوب الهلوسة، القرقوبي، الهيروين، الحشيش، كلها مسميات مألوفة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي المغلوب على أمرهم. مسميات تحمل معنى واحد، المخدرات. على مد البصر في حقول مملكة الحشيش هذه يجبر آلاف المغاربة على زراعة موتهم بأيديهم. بالنسبة لهؤلاء الغلابة
لم يترك المخزن بديلا لهم عن الموت جوعا سوى الانخراط في مزارع المخدرات بكل صنوفها. صناعة هذه السموم عرفت رواجا كبيرا في البلاد، وارتفعت محاصيل الحشيش إلى مستويات قياسية بعيد مصادقة برلمان المخزن وبأغلبية ساحقة على مشروع قانون يقنن القنب الهندي. تشير تقارير عالمية إلى أن نظام المخزن أصبح حجر زاوية في تصدير وتهريب كل أنواع المخدرات حتى الصلبة منها، أمر دفع بالأمم المتحدة لتصنيف المغرب على رأس الدول المتورطة في تخدير العالم. تملص النظام المخزني من كل الشرائع الدولية المجرمة للاتجار بالمخدرات له عند المخازنية وشبكاتهم المنتشرة عبر العالم ما يعتقدون أنه مبرر كاف لصناعة وترويج السموم. يروج هؤلاء بجانب المخدرات لرواية مفادها أن ما تبذره أيادي الكادحين كرها على أراضي الأطلس من حشيش مخدر يأتي تحت دواعي الاستعمالات الطبية وعلى أنه مخدر خفيف. رب عذر أقبح من ذنب كما يقال، وباطل أراد المخزن من ورائه شرا مستطيرا. يدلل على ذلك تقارير طبية مختصة، تفيد التقارير تلك إلى أن عقاقير المخزن المهلوسة أخطر من مادتي الهيروين والكوكايين، فتعاطيها إدمان بطيء تحرسه قوانين باطلة، قوانين حرست لوبيات مغربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعائلة الملكية الغارقة في ثراء فاحش ناتجة حشيش السوء، على فرضها باعتمادها على عائداته الضخمة، والهدف الحقيقي تبييض صورة الملك في وسائل الإعلام الدولية ورسم صورة ناصعة عن المخزن الذي عاث فسادا في عقول فئة كبيرة من أبناء الشعب المغربي الشقيق. وبالمغرب أيضا ثورة شعبية أذكتها أزمة الجوع والعطش التي باتت تتربص بالشعب المغربي نتيجة نظام طبقي تستغله ثلة مخزنية على حساب معيش المواطن المغربي وكرامته. الموضوع لدلال بوطبة. هذه هي الصور التي لا يريد أن يراها أبدا، بل ويعتمها نظام المخزن الجبان وهو يسوق لصورة مزيفة عن الواقع المغربي. هنا يضطر المواطنون في المغرب لقضاء الليل بأكمله وهم يشكلون طوابير طويلة من أجل الحصول فقط على المواد الغذائية الأساسية. ما المغرب بلا عشاء بلا والو، كنستناو باش نديو الخرجة ديال الدقيق باش دوز لنا 15 يوم في الشهر باش نكملوا 15 يوم في الخبز عاد مول الحانوت. هاد الخرجة ديال الدقيق كتخلصوا عليها باش تشدوها؟ ما كتشدوهاش بابور، خلصوها 100 درهم ديالها. أزمة غذاء أفرزها جشع الطبقية الذي أحدث شرخا كبيرا بين عصبة مستغلة لخيرات المغرب وغالبية الشعب المغربي الذي يعاني الويلات اليوم حتى من أجل الحصول على قطرة ماء. احنا معذبين، واحد العذاب اللي ما يدورش على البال، ثلاث سنين في العذاب، لا خدمة جال، لا خدمة عيط، لا خدمة والو، الماء والو، الماء ما كاينش، الماء والو، الماء راه حالتنا حاله، نضربو تنتكامشو، تنتكامشو على الماء ماشي تقطع، تنتكامشو عليه باش كل باش لا هي هاد العار باش نعمرو جبات وساقي تسقو من البير، سقطو كيما هكاك راه دايما كيكوك، وعاودي عاوتاني هبط معاك السقايه الاخرى. حنا معذبين، معذبين في الماء، الماء محرين فيه بزاف، ما كنسقيو حتى الوحده ديال الليل، تنبقاو نقطرو تيتقطع علينا ثلاث ايام ربع ايام وحنا مقطوع علينا اختي، سمح لنا بزاف بالماء. ونضلوا تندير باز نجيبو مخاول ونردو ونبقاو جالسين، الصابون ما كنصبنوش حوايجنا كاع كلشي مسخين، خرجنا كاع مشينا درعنا مشينا خرجنا ما بقيناش نفل ترجعوا تنمشيو. هذا نعمر بودي اخرى هذا يبغى تعمر بودي. شبح العطش والارتفاع الجنوني للأسعار عرى وكشف سياسة نظام المخزن التي لن تقدم أبدا سريرا مجانيا للمرضى. فقر مدقع يعيش فيه غالبية المغربيين وصل حد القفز على الخطر للحصول على لقمة العيش. تراكمات فجرت الشارع المغربي الذي قرر أن لن يصمت بعد اليوم ولن يتوقف عند انتفاضة العيش بل إلى رفض ما يمس مبادئه وشرفه.
هي العودة إلى أخبارنا الوطنية في الرياضة، وتحسبا للمباراتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، عقد أمس الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية تناول فيها الاستعدادات الخاصة بالتربص التحضيري المقبل للخضر. والمتابعة لبلال بناري. في خرجته الإعلامية أكد الناخب الوطني جمال بلماضي بأنه طوى صفحة الإقصاء من المونديال رغم مرارته، والتركيز الآن منصب على التأهل إلى كان كوت ديفوار 2023. sur ces deux matchs l'Ouganda va commencer par déjà l'Ouganda va faire match après match. L'Ouganda est une équipe très accrocheuse. Si on voit sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde, ils font je crois deux victoires, une défaite et le reste de match nul. Une victoire, une défaite, trois matchs nuls. Donc c'est une équipe qui n'encaisse pas de buts. Vraiment très 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 peu de buts. Je crois deux sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde. Donc ça reste une équipe qui va être difficile à manœuvrer, ça c'est certain, parce que c'est les résultats qui parlent. الكوتش عاد أيضا إلى القائمة التي استدعاها للتربص التحضيري لمباراتي أوغندا وتنزانيا، والأسماء الجديدة التي يأمل بأنه اختار الوقت الأمثل لاستدعائها. C'est des joueurs qui pour nous ça fait très longtemps qu'on تبعوا فيهم. On a estimé que c'était le bon moment pour eux de venir en sélection. Ça c'est la première étape pour eux. وعن غياب قائده محرز أكد الكوتش بأنه غياب مبرر والباب مفتوح أمام الجميع لإعادة بناء مجموعة قوية وتنافسية بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. هذا وأجرى عناصر المنتخب الوطني مساء أمس أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى بحضور كل الأسماء المستدعاة لهذا المعسكر الإعدادي الذي يجري في ظروف هادئة وتجاوب إيجابي داخل المجموعة. C'est une fierté pour moi de sortir le drapeau algérien, de sortir le drapeau de mon pays. Bien sûr, tout le monde fait ça, pourquoi pas moi? Bien sûr. Pour le moment, on va commencer notre premier entraînement tout avec le groupe. Inch'Allah, tout va bien se passer et Inch'Allah la victoire ce samedi. Alhamdoulilah, هذا شرف لينا مثل المنتخب الوطني الجزائري وإن شاء الله نكون في المستوى باش نفرحوا الشعب ونقدموا مباراة جيدة ونحققوا نتائج إيجابية إن شاء الله. نقول لك فرحة لا تنصف، هذا الاستدعاء شغل متعلق بالنجاح الدولي. الخدمة اللي خدمناها والفورماسيون اللي درناها ملي كنا صغار ما راحش غير هكذاك كاع يعود لهم البارادو. بالتوفيق لفريقنا الوطني. بذا نختم مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.